لا تأتي النتائج المختلفة صدفة، هناك دائما مقدمات تؤدي إلى نتائج، وهناك أسباب دائما قد تراها وقد لا تراها، لكنها يقينا تدفعك إلى وجهة بعينها. قد تظن أنك اخترتها من دون قصد. لا شيء يأتي من دون قصد. من دون قصد ستدور حول نفسك طويلا ولن تصل إلى شيء. ينبغي أن تريد شيئا لتصل إليه. بعض القصص تكون أسباب النجاح فيها واضحة، تكون الأمور أكثر سهولة حين تلتقي شخصا محددا منذ البداية، لكن أمام غير المحددين من الناجحين فأنت رقعة شطرنج. تتأمل طويلا لتقرأ سر اللعب، تماما مثل ما يحدث وأنت تصغي إلى تجربة الدكتور عبد الله الجنادب، مدير تصاميم توسعة الشامية بالحرم المكي وصاحب السيرة الشطرنجية. لن يحدثك أبدا عن أهدافه المبكرة في الحياة أو الخطوات الصارمة التي اتخذها نحو هدف محدد. سيحدثك أكثر عن دور الأقدار في حياته، وعليك أن تراقب بدقة تحركات يديه على رقعة حياته، على الطريقة التي حرك بها قطع الشطرنج حتى حقق فوزا غير متكرر. فوز سيكون له شأن في علم الهندسة المعمارية بعدما أصبح المشرف المسؤول عن أحد أهم معالم العمارة الحديثة.